هذا وقد شهدت عدد من المدن الإيرانية احتجاجات منددة بنظام الولي الفقيه بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وشملت الاحتجاجات حركات لإضراب عمالي. في العاصمة طهران نظم طلاب جامعيون احتجاجا ضد الأحكام القضائية التي تقرها السلطات ضد الطلاب المعتقلين خلال الانتفاضة الأخيرة. وفي مدينة عبدان تمكن إضراب عمالي من إيقاف مجمع البتروكيماويات الصناعي، وذلك تضامنا مع أهالي المدينة المحتجين على شح المياه. كما احتشد عدد كبير من عمال الشركات في ساحات مدينة كرج احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة لمدة طويلة، وطالبوا السلطات بصرف أموالهم المنهوبة.